الخارجية الأمريكية تقول إن هناك دلائل تشير إلى إمكانية استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية وتحذره من رد سريع في حال أقدم على استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. قتلى وجرحى مدنيون جراء استهداف الطيران الحربي الروسي لمدينة معرة النعمان وبلدة معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن تدمير مدفع من عيار 23 مليمترا لقوات النظام على محور تل هواش في ريف حماة الشمالي الغربي. فصائل الثوار تستعيد السيطرة على بلدة كفرنبودة وقريتي تل هواش والحميرات في ريف حماة الشمالي الغربي وتردي عددا من عناصر قوات النظام قتلى وجرحى بعد اشتباكات عنيفة. جيش العزة يعلن مقتل مجموعة كاملة من قوات النظام وميليشياته وتدمير قاعدة كورنت جراء استهدافهم بصواريخ مضادة للدروع في بلدة كفرنبودة غربية حماة. فصائل الثوار تستهدف بالصواريخ مواقع عسكرية للنظام ومهبط الحوامات في جبرملة غربية حماة.